أولا هي المسابقة دائما هناك عمل مشترك ومتكامل بين وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة، وما تعمل عليه طبعا الوزارة مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة هو البناء المتوازن والمتكامل لشخصية شبابنا، والأمر ليس لا يتعلق يعني ما نعمل عليه طبعا معا وسوية يعني خاصة في مجال الأنشطة اللاصفية أن تأخذ دورها الصحيح في بناء شخصية هؤلاء الشباب. ولا بد يعني أنا أقولها بكل صراحة، لن يكون لدينا في قادم الأيام مبدعين في المسرح في الموسيقى إن لم يكن هذا الأمر منطلق من المرحلة المدرسية ومن المدرسة بالتعاون مع رفاقنا في اتحاد شبيبة الثورة. هاي الفعالية الشبابية اللي اعتادت عليها المنظمة، هاي المسابقة الوطنية للشباب، هاي المسابقة اللي اعتادت دائما المنظمة أن تقيمها كل عام في مثل هذا الوقت لسبر هاي المواهب الشبابية، كانوا في الغناء أو المسرح أو الموسيقى أو العزف، وبالتالي في عندنا شباب على المستوى المنظمة، هاي على المستوى المنظمة دائما نطلع بخامات جيدة. هؤلاء الشباب هم المعول عليهم بالمرحلة القادمة اللي يبنون سوريا، وهي رسالة للعالم بأنه سوريا بخير، سوريا دائما متعافية. بالحفل الختامي هيك يعني هو فترة قصيرة كانت مرحلة التحضير يعني، بس صار نوع من تضافر الأفكار وحطينا على الورق هيك كمخطط صغير مع التمثيل والرقص، كان موسيقى وتمثيل ورقص ثلاث محاور، حطينا فكرة هيك إلى حد ما مقبولة تخدم الحالة الشبابية، تخدم الحالة المسرحية كونوا على مسرح مهم مسرح الحمراء في دمشق، وبنفس الوقت هي رسالة للآخرين من شان يعرفوا أنه في منظمة اتحاد شبيبة الثورة في نواة وفي انطلاقة وفي مواد خام لأشخاص محترفين في المستقبل. هاي الدورات الهدف منها تجسيد روح التفاعل والتعاون بين الرفاق الشبيبيين بمرحلة عمرية من 13 سنة ل 16 سنة. هاي المرحلة العمرية هم شباب المستقبل، كوادرنا بالمستقبل اللي راح يتعول عليهم كتير في سبيل إن شاء الله تحقيق النصر لبلدنا ولسوريا الحبيبة. كانت تجربة كتير حلوة وتعرفت على أصدقاء جداد، والمبيد تدربنا واستفدنا من خبرات الأساتذة، أضاف لنا شيء كتير حلو، تعلمنا روح الجماعة، التدريب الجماعي أكثر، انسجمنا أكثر بالغناء، تعلمنا شيء جديد كمان، شيء كتير حلو. أوف أوف يا قلبي يا قلبي كلمة زفني بكم ساي، روح اسأل لي حبايبنا بكم ساي بكم ساي، وعساك وتعود موفق بكم شي من التراب اللي مش عليها الحباب، يا باي يا باي. طبعا نحن عملنا اختبارات على مستوى الروابط ومستوى فرع اللاذقية، اختاروا النخبة واجينا لهون لنعمل على مستوى سوريا. طبعا نحن تكونوا نحن النخبة اكيد عندنا خبر او عندنا فكرة عن الشيء اللي بدنا نعزفه، وكونوا نحن عم نعزف قدام اساتذة كبار فملاحظاتهم كثير عم تكسبنا خبرة لبعدين، وهالتفاصيل الدقيقة هي اللي بتنجحنا بعدين لنوصل لاعلى المراتب. الرفيق شبيبي محمد جمال جنان من دير الزور. لا هي نغز الجرح ولا هي خنق الصوت، يمكن علامة سفر يمكن علامة موت، والبيت أشوفها سجن وكم غرفتي تابوت، شو طول بسكتتي وذقت الهوى البسكوت، بعد ما ضل عمر ونعوض الراح سواها بين الوقت فارقنا وارتاح.